موجز لأهم الأنباء، أهلا وسهلا بكم. أعلنت مديرية أمن طرابلس على البدء في فتح الطرقات العامة وإزالة العوائق وآثار الدمار التي خلفتها للشبكات المسلحة ابتداء من يوم غد الأربعاء. من جهته قال آمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان أنه تم الاتفاق بين أطراف النزاع وتسليم المعسكرات للمنطقة العسكرية طرابلس، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف كتائب من بني وليد وترهون تابعة للمنطقة العسكرية طرابلس بالمشاركة في استلام المقار العسكرية. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن هناك حاجة لتحرير الحكومة في طرابلس من سيطرة الجماعات المسلحة. وضاف سلامة في إحاطة إلى 28 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نيويورك من طرابلس أن الأولوية الآن هي تخفيف حدة العنف والبدء في تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في طرابلس ودعم لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة بسط الأمن وفرض عقوبات على منتهكي القانون الإنساني الدولي والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية. وأشار سلامة بأننا ننتظر لحظة من الهدوء لتنظيم الملتقى الوطني على حد تعبيره. طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا. وحتى لودريان أثناء مؤتمر صحفي عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين المجتمع الدولي على إظهار مزيدا من الحزم تجاه من يحاول فرض الأمر الواقع لمصالحه الخاصة، مشددا على ضرورة معاقبة الجماعات المسلحة التي تهدد أمن العاصمة طرابلس، داعيا إلى مراقبة الموارد المالية من صادرات النفط الليبي لتجنب وصولها للمجموعات المسلحة وفق قوله. أعلن مجلس النواب المنحل الأربعاء أتمام كافة الصيغ النهائية المتعلقة بقانون الاستفتاء على الدستور وإحالته للمفوضية العليا للانتخابات بعد اعتماده من قبل هيئة رئاسة المجلس. وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شنبش في تصريح خاص للتناصح أن رئاسة المجلس ستحيل قانون الاستفتاء إلى المفوضية العليا للانتخابات ووزارة العدل في الساعات القادمة لنشره في الجريدة الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفتاء الشعب وفق قوله. وأشار شنبش إلى تأجيل المناقشات في باقي التعديلات الدستورية المتعلقة في رفض الشعب لمشروع الدستور بعد التصويت عليه، مضيفا أن كلمة الفصل الآن للشعب الليبي أما بقبول الدستور أو رفضه وفق تعبيره. وقعت كل من بلديتي تجورة وسوق الجمعة ليلة الاثنين على اتفاق مصالحة بينهما. وأشار المكتب الإعلامي لبلدية سوق الجمعة أنه بموجب الاتفاق سيجري إطلاق سراح كافة الموقوفين من الطرفين، بالإضافة إلى تشكيل لجان لجبر الضرر في أحداث مطار معتيقة التي وقعت في يناير الماضي. ختام الموجز للقاء.